طرق الصدق. الله، بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدي وحبيبي وقدوة سيد العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قبل ما هتكلم عن خلق الصدق، محتاج كده إيه نفضفض مع الناس شوية ونسأل الناس سؤال. إن دايما بحب كل فترة كده نبدأ نخبط على القلب أخطاء. يعني إحنا بنتكلم على الأخلاق وكل فترة سلسلة طويلة بقى لنا بفضل ربنا داخلين في السنة بنتكلم في معاني وبنتكلم في أخلاق وبنتكلم في قيم. هنا السؤال بقى لكل حد بيسمعنا، يا ترى احنا بنسمع الكلام وبنبدا كده نراجع نفسنا ونخلي الكلام اللي بنسمعه بننفذه في حياتنا، ولا قاعدين بنسمع كلام وبنرميه ورا ظهرنا ونمصمص الشفايف وبننسى الكلام؟ علشان كده والله بنصح كل انسان ان مهما الحياه خدتك ومهما الدنيا عليها فيها ضغوطات ومهما المشاكل اللي عندك، والله ما هتلاقي افضل من طريق ربنا. وطريق ربنا مش بمعناه اللي كلنا ممكن نبقى فاهمينه، أو بعض الناس صورت أن طريق ربنا طريق كله عقد وطريق كله ومفيش فرحة ومفيش ابتسامة ومفيش خروجات ومفيش لبس كويس خالص. طريق ربنا أنك أنت إنسان تبقى بتحترم نفسك وعايش مرتاح، حاسس أنك أنت ما بتظلمش حد، حاسس أنك أنت ما بتجيش على حد، حاسس أن أنت مش بتتكلم على حد، حاسس أن أنت مش بتأذي حد، نفذ أوامر ربنا اللي أمرك بيها، اللي خلقك، اللي عالم إن الأوامر دي هي اللي هتقربك ليه وهي اللي هتنجيك من فتن الدنيا وتدخلك الفردوس الأعلى اللي كلنا بنحلم بيها. فكل الشباب وكل البنات، جماعة حلوة قوي السوشيال ميديا وجميل قوي إن احنا نتبسط وجميل قوي إن احنا يبقى عندنا ثقافة، لكن جميل إن احنا نسمع أوامر الله عز وجل ونبدأ ننفذها. جميل إن احنا لما ربنا يقول لنا يا جماعة احنا هنصلي فاحنا هنصلي، لما ربنا يقول لنا ما نتكلمش على حد ما نتكلمش على حد. فحبيت أبدأ البداية دي اللي هي إيه؟ يلا كده مراجعة مع النفس، يلا بقى نقعد قاعدة كده نفكر إحنا عملنا إيه في اللي فات وناويين نعمل إيه؟ طب اللي ما عملش أي حاجة، زي ما هنا في الفقرة بنقول ربنا كريم، ربنا يقبلك في أي لحظة. لو ما عملتش أي حاجة قدامك لسه الفرصة يقيناً، بدمعة بسجدة بدعاء بترفع إيديك تقول يا رب ربنا يقبلك. علشان كده ابدأ النهاردة خد خطوة، كل إنسان بيسمعنا حاسس إنه لسه ما عملش أي حاجة، خد خطوة وابدأ معانا بالخلق الجميل ده. خلق إيه؟ خلق الصدق. يعني إيه الصدق؟ يعني الظاهر والباطن، والباطن بتاعك واحد ببساطة. يعني إيه؟ استواء الظاهر مع الباطن، يعني إنك أنت تبقى إنسان اللي ظاهر قدام الناس هو اللي جواك يا أحمد، هو بتظهره للناس هو ده اللي أنت معتقد بيه. احنا مش قاعدين بنتلون على بعض ولا بنحاول ان احنا نبين ان احنا جمال قدام الناس واحنا من جوانا عندنا مشاكل وعندنا حاجات تانية بتعمل الحاجة لأهداف تانية جواك. فهو الصدق، هل انت الظاهر بتاعك زي الباطن؟ انت الصدق بالنسبة لك السر زي العلانية، ولا السر حاجات تانية الله هو اللي اعلم بيها، لكن العلانية احنا جمال وحلوين واستروهات جميلة عن ربنا ومش عارف بوستات بتتكلم عن ربنا، واحنا اصلا واحنا بنعمل ده ممكن نبقى قاعدين بنعمل حاجة غلط تانية على التواصل الاجتماعي واحنا ما فيش صدق خالص. فهنا الصدق ببساطة خالص يا جماعة، محتاجين ان الانسان ان قولك بيطابق افعالك، اللي احنا بنقوله هو اللي احنا بنعمله. فده بمعنى الصدق. طيب نتكلم بطريقة يمكن الناس تتكلم بيها، اللي هو ايه الصدق؟ هو شايف انه هو في حاجات معينة بيقولها وفي حاجات تانية بيخفيها، ولكن اللي بيخفيه هو شايف انه هو ما يقولوش، ولكن ممكن اخفائه للحاجات دي تأذي اللي حواليه. جميل. لو كلمنا بمعنى تاني، انه هل الصدق يقابل عكسه يعني النفاق والكذب، ولا يقابل الكذب بس؟ الله، خلينا النقط اللي اتكلمت فيها دي يا نوران فيها كذا نقطة. يعني حتة ان الانسان يخفي حاجة عشان يأذي حد، وحتة ان الانسان يخفي حاجة علشان دي خصوصياته، في فرق ما بين الاتنين. يعني النهاردة انا عندي خصوصيات، يا جماعة ليه الناس ما تحترمش خصوصياتنا ولازم تعرضنا ان احنا نكذب، وانت اصلا ما تتعرضيش ولا انت تتعرض ان انت تكذب. هو في النهاية دي اسرارك وحياتك وحاجات خاصة بيك، فلما حد يجي يسألك على حاجة بيتطفل في حياتك علشان انك انت تقول، قول له بعد اذن حضرتك. عارفين لما كل انسان في الحياة بيحط حدود لنفسه، والله العظيم هو بيرتاح وبيخلي الناس كلها بتحترم الحدود دي. يعني هو مش هيتعرض ان هو يكذب علشان يعمل حاجه زي كده. لكن لما نيجي نقول اصل هيأذي انسان تاني، يبقى احنا هنا بنتكلم في ايه؟ في شهاده حق ممكن تتقال، في شغل مثلا في واحد اتظلم، في الكلام ده كله. لو انطلب الشهاده بتاعته هنا كلمه الحق بقى، هنا الصدق. الصدق نجاه. يعني احيانا في ناس بتتخيل تقول لك ايه، اصل انا ممكن الكلمه دي تنجيني من حاجه معينه،
هو عمر ما الصدق كان ابدا يودي، هو في عقاب. هو الناس بتتخيل انا هقول الحقيقه لبابا وماما، بس معنى كده ان انا قلت الحقيقه مش هتعاقب. ده الاحساس الغلط اللي احنا بنوصله لاولادنا. لا، انت تقول الحقيقه، مشكله انك تتعاقب، مفيش مشكله انك انت تشوف النتيجه اللي انت بسببها كذبت، فانت تاخد العقاب. الاب والام لازم يكونوا اذكياء، ولازم ان هم لما الابن يعمل حاجه زي كده يروحوا يكافئوه بالراحه، يبقى في حوار. لكن النهارده عشان احنا اتربينا ان انا لو قلت الصدق انا هتعاقب، انت لازم يبقى عندك معتقد انك لازم تتعاقب. بس النقطه الشطاره بقى في اللي بيعاقبك هنا يقدر ايه يحببك انك انت كنت صادق، ويميزك انك انت كنت صادق. تمام. لكن ما ينفعش ان انا النهارده يبقى انا مطلوب مني كلمه حق وان انا كمان مش هقولها، لا انا هكذب. ده انت دلوقتي انت في حته تانية خالص، ده انت في حته تانية اللي هو ربنا يغضب عليك اصلا. انت النهارده انت مش بتاذي بقى نفسك، يعني الكذاب ده والله يا جماعه هو شخص اصلا مؤذي لنفسه قبل ما يؤذي حد، هو شخص اصلا مش عايش مرتاح. فما بالك ان انسان هيتظلم، انسان ممكن يفقد وظيفته، انسان ممكن يفقد حريته، انسان ممكن يفقد زوجته، اولاده، اصحابه، كل المجالات. فالنهارده مش الموضوع تحول اكتر من النفاق كمان، ده اكتر من شهاده حق هو كاتمها لازم يروح ان هو يقولها. فعلشان كده خلينا دايما كده زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال، الصدق منجاة والكذب ريبه. الكذب عمره في حياته ما هينجح حد. هو احيانا الشيطان بيخلينا نتخيل ان نجاتك في كذبك. ليه؟ لانه هو دايما بيزين الصوره اللي احنا نبقى باصين عليها ومتخيلين ان هو ده اللي هينجينا. عارفين قصه كعب بن مالك؟ كعب بن مالك ده من احد الصحابه الجمال القريبين قوي من النبي صلى الله عليه وسلم. فكانوا طالعين غزوه، والغزوه دي ان حد يتخلف عن امر للنبي محمد صلى الله عليه وسلم دي حاجه كبيره جدا. فناس كتير تخلفت عن الغزوه دي، منهم مين؟ كعب بن مالك. فبعد ما الغزوه خلصت ورجعت، عشان الناس اللي بتقول لك ايه اصل الكذب ممكن ينجيني، فالمهم النبي صلى الله عليه وسلم قاعد، وبعض الناس اللي دخلت وما راحتش الغزوه. يا رسول الله انا كان عندي مشكله واحد واثنين وثلاثه واربعه. قال له ماشي، ربنا يسامحك، عدي. والثاني يا رسول الله كذا، عدي عدي عدي، لحد ما جه مين؟ كعب بن مالك. بص بقى البساطه يا احمد والجمال والصدق. قال له ايه؟ قال له انا لساني جميل قوي يا رسول الله، وممكن اقعد معاك دلوقتي اقول لك كلام اطلع من الموقف اللي انا فيه، لكن والله انا صحتي كانت افضل صحه وافضل حال في اليوم ده، وانا ما جيتش، ما انا مش عارف ليه انا ما جيتش وخلاص. ام النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ اما هذا فقد صدق. وراح كعب بن مالك وتعاقب ان ما فيش اي حد بيكلمه لحد ما القران نزل، الله عز وجل في القران ان كل الناس خلاص العقاب ان ما حدش هيكلمه لحد ما يقعد لوحده، وبعد كده عقابها، وبعد كده الله عز وجل نزل ليه ان خلاص يا جماعه كعب بن مالك خد براءة تعاملوا معاه. لكن في الاخر الكذب عمل له ايه؟ عمل للناس التانية ان النبي شايف، لكن الصدق وصله. قول لي خلينا يوسف نطلع فاصل يلا.